تواصل من العيد وتعبه ما تعب. انت من محب العيد؟ من محب العيد انت قابل انت بسالك معطايك باليوميه معطايك حوط بهالمدخن ذي لوش قرد اخذ بيتكم وهي الناس نص النهار يرقدوا وحصل لنا قهوه. اي نعم عنك. صح تو تذكرت ذكروا لوش وين تلقوا واحد قلتوا لي انت اخو المدبل ما احنا نقول لهم هم يقولوا هو انتم تسوين لنقاشات قلتوا من غيركم انتم ويطالب قال لي يطالب ورث مال وش مزرعه مزرعه هي الخيبه لهم مزرعه انا ابوي مات ما خلف لنا شيء طول غير هيديك المزرعه وش خلف توم وين تلقوا واحد قلتوا له انت اخو المدبل انت اخو فهد ما قابضين طبع تراكم والله انا لا خليت هندي لا خليت باكستاني لا خليت حد ما كله تعال انت اخو المدبل ما هكذا والله العظيم انا ابوك ما ابو بالكان كل هذه الدنيا اخواني عم ايش حالك؟ حياك الله. عيب سيف وين تصير ما يرد؟ ما صاحي. ما صاحي عيوم قلت لكم انا ولدكم ما صاحي ذيك اليوم. يا ابوي ما يعني مريض. ايه مريض. احسبه ما صاحي خبيل عذري مريض. بطنه. من هذاك ما يقايس عمره. ما يقايس يوم يصير اعلان ما لعبه ايش يسوي؟ بخف شوي يا عمري. والله. بس انا يعني ما دام حد بياكل. أكيد بياكل لكن أبوك أكل بقياس ما هكذا هذا في السيارة توكبل شهرين واليوم فرصة دابعة وربطنا اسمع من يوصل أبو سيف ترتيب عندك خلاص طب ما راح توكل خر منك يلس بس يلس ما لابس سلم لابس تعدان أبو المريض قال زتا ما فينا نحمي ولا كورونا إلا عندي البطن إيه ترى البطن هذا كل هذا ما تخف صدق خف الخمسة أبوك لكن ما بيشرد لا تاكل بيديك وريوك هذا كله من لعوانك ما من لعواني أنا من أكلك أنت لا يسع أمرك بلا حسية تاكل بلا حسية بزوح فوقنا بزوح فوقنا لا إله يا أبوي ما نبقى هو ما نبقى هو موجود ترى وش بعد ما بتعب والله أبوك مرة ما مصطح طول ما مصطح أوعى أمرك أبوك أوعى أمرك وش الريحه ايش تسوي؟ بس فطيسه كم انا فطيسه شيء شيء بيي روح روح الحمام روح انا بقدركم ما بيلس رمي الشارع ايوه ها عمي يا عمي تبغى قهوه صدق ريحه الدنيا يا شو وجع علامكم وش مريحه انا ما روحت ما روحت ما روحت اخبار ريحة وش؟ ما روح جوا نعم ريحة خايفة صدق تصير الحمام انت اذا بطنك عورك دخل بطني في الموضوع يا رب علامكم غنم قهوة وخيس انت ما تضحك انا عارف والله العظيم قدام قدام العرب تسوي انا ما مسوي شيء اي من الله خير لا تقول بطك عورك روح حمام.